او سالتي نفسك هي ليه معالي سموها معالي، او ايه القصه اللي وراها، وان يكون وراها قصه تاريخيه. طب اكله البايلا الاسبانيه طول عمرنا بناكلها، بس عمره حد تخيل ان هي ليها اصل عربي، او ان هي ليها قصه وكانت اساسا بتتقدم في البيوت الصغيره. او حتى الكشري المصري هو اصلا اصله مصري وصوابع زينب. عمر حد فيكم سال مين زينب اصلا اللي بناكل صوابعها طول الوقت دي؟ كل ده هنعرفه في اكلات وحكايات على قناه كايرو تي في، وهو ده الهدف اللي احنا جايين علشانه، علشان نعمل البرنامج ده عشان نعرفكم القصه ورا كل اكله وحكايه. انا هبه وصديقتي توقى جايين لكم في البرنامج ده علشان نعرفكم كل جديد وكل حكايه جديده عن الاكلات اللي احنا بناكلها ومش عارفين حكايتها. والنهاردة قررنا أول حلقة في البرنامج نبتدي بحاجة برضو طول عمرنا بناكلها وعمرنا ما سألنا طوقة نفسنا هي إيه القصة وراها، اللي هي مين داود باشا اللي احنا طول الوقت بناكل الكفتة بتاعته دي؟ بالضبط، عمر حد فكر مين هو داود باشا أو عرف إيه القصة وراه؟ احكي لنا يا طوقة إيه القصة وراه. زي ما قريت داود باشا ده، أنا ما كنتش قبل البرنامج، يعني قبل التحضير البرنامج، عارفة قصته؟ لا خالص صراحة، كنت باكل الكفتة يعني واتبسط بيها وخلاص. وبعدين وإحنا بنحضر للبرنامج شفنا انه داود باشا ده كان حاكم عثماني ايام الحكم العثماني. تركيا. كان دايما بالظبط، يعني هي اصلا تركي معقوله اصلا يعني. ولا انت هنكتشف بقى مفاجاه تاني دلوقتي انه هي يعني اصلا دي الطريقه الغلط. هو داود باشا كان دايما وهو في تركيا الطباخ بتاعه بيعمل له كفته كل يوم وما بيزهقش، لحد ما في مره لما جم لمصر تاني في الحكم العثماني، يعني دخل مصر الحاكم بتاعه سوري الطباخ بتاعه عمل له كفته بطريقه غلط اللي دلوقتي احنا بنعملها، اللي هي بالصلصه الكور دي، حكمه محاكمه فظيعه ودخل السجن والموضوع كبر يعني، واتحاكم محاكمه بشعه جدا. وبعدين الشعب المصري طبعا يعني يحب يحط التاتش بتاعه، الفضول اثاره جدا، فعايزين يعرفوا ايه الاكله اللي الطباخ اتحاكم عليها دي كلها، فطلعت انها كفته. طب ايه الموضوع دي؟ فطلعوا عليها كفته داود باشا، والطريف انها اصلا الطريقه اللي بناكلها دلوقتي هي الطريقه اللي كانت في نظر داود باشا الطريقه هي الغلط يعني. اللي اتعاقب عليها لو شايفنا دلوقتي يعني، وشايف ان احنا هيحاكمنا كلنا هيحاكم الشعب كله. وبقينا بناكل كفته داود باشا. بس انتي وعدتيني بقى وعد ان احنا بعد داود باشا هنحلي. بالظبط، ودي الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نقول لكم قصتها النهارده، وهي البافالوفا. كلنا عارفين انا بافالوفا راقصه الباليه الروسيه المعروفه. ما كنتش اعرفها قبل بصراحه الحلقه. انا بافالوفا في القرن العشرين عملت زياره لاستراليا ونيوزيلندا، زياره جوله يعني زي الجولات اللي بيعملوها الفنانين، ومن هنا البلدين كانوا عايزين يحيوها او يعملوا لها تحيه او حاجه خاصه. فعملوا لها اكله البافالوفا. ظل الجدال بقى طول الوقت هو مين الاول اللي عمل، استراليا ولا نيوزيلندا. فضلوا البلدين يتخانقوا، احنا اللي عملناها الاول، لا احنا اللي عملناها الاول. وكتب التاريخ كل واحد بيدعي ان الاكله اول مره تتعمل كانت اتعملت عنده. في النهايه يعني احنا عرفنا طريقه الاكله وقررنا نعملها لكم النهارده بغض النظر يا استراليا ولا نيوزيلندا. لازم نحلي بعد داود باشا، هم اللي بداوها. فخلينا نبتدي بداود باشا ونحلي بالبافالوفا. يلا بينا جدا، تعرفوا طريقتها واديكوا عرفتوا الحكايه. هنخرج فاصل ونرجع لكم نبتدي على طول. تروحوش في اي حته. كايرو ميديا كلب هو خطوتك الثانيه بعد التخرج من كايرو ميديا سكول، حيث يوفر لك عضويه مدتها 6 أشهر، فرص تدريبيه في المؤسسات الشريكه، استخدام امكانيات كايرو ميديا سكول الفنيه، لقاء شهري مع أحد خبراء الصناعة، المشاركة في تأسيس كايرو تي في. التحق الآن بكايرو ميديا سكول. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبعد ما حكينا لكم حكاية الأكلتين اللي هيبقوا معانا النهاردة، وهنبتدي بقى توقع هتعمل لنا كفتة داود باشا. هنبتدي بقى في داود باشا. قولي لنا بقى توقع انت هتعملي ايه. بصي يا ستي، احنا معانا لحمة، هي المقدار على حسب بقى انت العدد اللي عندك ده قد ايه، بس دي ربع كيلو. هيبقى عليها بصل، وانا بحب احط جنزبيل ورشة قرفة ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل. ملح وفلفل ده بالنسبة للحمة. الصلصة هيبقى معانا صلصة، وبرده هنحط البصل عشان نشوح الصلصه، هنشوح بالبصل. تمام. وهنحط ثوم وبرده رشه قرفه وجنزبيل وملح وفلفل. تمام. اوكي، احنا هنحط بس الطاسه على النار تسخن بقى على ما بالظبط، مع بال ما
جيب بس جلوفز. اوكي انتي في الفاصل قلتي لي كده حاجه يا هبه على انه كانوا في داود باشا كانوا بيعملوا ايه. كانت حاجه طريفة زياده على قريتها ان هم كانوا بيحطوا جوه واحده من الكور بتاعه الكفته خاتم فضه. وكان اللي بيلاقي الخاتم الفضه ده هو سعيد الحظ وكان الخاتم يبقى هديه ليه كمان. يا ترى انت حاطه لنا هتحطي لي مفاجاه النهارده. هنشوف بقى الجزار حاطط لنا في اللحمه حاطتنا في اللحمه بقى خاتم فضه ولا ايه. يا ريت بصراحه، يا ريت لو كانت امهاتنا كلها بتعمل كده. انتوا بتعملوها في اسكندريه بنفس الطريقه. بصي لا مفيش اختلاف كبير في اسكندريه عن القاهره يعني. أيوة. في موضوع في الكفته هي غالبا بيبقى اللي هي الكفته المدوره اللي بالصلصه يعني. غالبا مشتركه في كل البيوت. ده خلاص مش محتاجينه. واضح ان اتصل ان الزيت سخن بس عشان ما يتحرقش. توابل ورشه قرفه ورشة جنزبيل. اوكي وهنحط جوزة الطيب وهنحط رشة بشرة جنزبيل. انا بحبه فريش بصراحة وببقى احسن. الجنزبيل الطازة بيبقى بيدي طعم احلى. احسن وافيد. بالظبط. وبعدين نخلطهم طبعا. الكفتة احسن حاجة انها تتخلط بالايد يعني، ان احنا نخلط كل حاجة بايدينا عشان البصل يخش جوه اللحمة كويس. بالظبط. لا وكمان علشان ما هو يعني خلينا واقعيين في البيت مش حدش هيمسك المعلقه ويخلط. الاحسن نعملها بايدينا. تعالين نحط اغلب الوقت يعني كل اكلاتنا حتى لو مش من المطبخ المصري او حتى مش من المطبخ العربي تحسي ان وراها حكايه وراها قصه مختلفه يعني خالص يعني. اكلات كتيره، سد الحنك وام علي والحاجات دي كلها. ده كل حاجه كل قصه مثيره مختلفه عن الثانيه. صح. كلنا بنبقى مش عارفين حتى اصل الحكايه وبناكل بصراحه واحنا ايه. صح مش عارفين. مش عارفين القصه. ممكن بقى نبتدي ان ممكن نعمل بقى كده نكور. كمان لو حد بيعمل دايت ميزه الكفته دي ان هي يعني المكونات بتاعتها ما فيهاش دسم كتير. ممكن يجيب اللحمه الدسم فيها قليل. انا هقلع الجلوفز بس عشان يعني ممكن. عشان هي مش مساعداني خالص. ممكن اساعدك ايه؟ ممكن اساعدك. انا بقول لك بقى هي ست البيت بقى تكون مجهزاها من قبلها بشويه. طبعا لو عندنا وقت ازيد ممكن ندخلها الثلاجه. ده يا ريت. البصل في الاستوديو او في يعني في المكان عامل. لا هي فعلا ميزه ممكن كمان تزود لها يعني براحتها بقى التوابل اللي انت عايزاها. كل واحد بيعملها بطريقه مختلفه يعني. كل واحد له الاضافات بتاعته. زي ما قلنا لو حد بيعمل دايت ممكن يعملها. وطبعا هنستغنى عن الدقيق ونجيب لحمه الدسم بتاعها قليل يعني. دي ميزه الكفته دي. احنا ممكن نخرج فاصل ونرجع لكم تكون الكفته استوت ونحطها في الصلصه بقى نقدمها. فاصل ونرجع تاني. كايرو تي في هو المنصه الالكترونيه لخريجي كايرو ميديا سكول لنشر ابداعاتهم عليه. التحق الآن بكايرو ميديا سكول لتكون نواة تأسيس كايرو تي في. رجعنا لكم تاني في كايرو تي في بعد ما حكينا لكم الحكاية وتقى قدمت لنا الكفتة كفتة داود باشا. عملنا بس الصلصة علشان الوقت تبقوا احنا ما عملناش حاجة يعني انتوا مش ما شفتوهاش. هنحط بس البصل والثوم يتشوحوا ونزل عليهم الصلصة. هما اخدوا يعني انا سويت الكفته نص تسويه وبرده الصلصه. هننزل الكفته كده فيها ونسيبها تتسبك. بس هي اوريدي اتسبكت بس هنديها تقليبه كده بسيطه علشان خاطر ما تشرب من الصلصه يعني. ماشي هبه بعد اذنك.
بس وهي الاكل بسيطه وهي جداً وهي هتتسوى في الصلصه دلوقتي. هي كل حاجه اخده نص سوا، الكفته نص سوا والصلصه اوريدي متسبكه، انتوا بتسيبوها تتسبك، مش بتاخد يعني الاكله بصي بسيطه سريعه يعني وما بتاخدش وقت خالص خالص يعني. طيب على ما الكفته تتسوى احنا هنبتدي نعمل لكم اخر حاجه معانا اللي احنا حكينا لكم حكايتها اللي هي البافلوفا. هي البافلوفا حاجه بسيطه قوي، بتتكون من ثلاث حاجات: بيض وسكر وخل. والبيض والسكر والخل لما بيتعملوا هما اللي بيعملوا لنا في الاخر المرنج. انت عارفه المرنج اللي هو بيبقى مقرمش من بره، بحبه جدا. عايزه الخل هو بقى اللي بيدينا حته القرمشه من بره، وان هو يبقى طري من جوه زي المارشميلو كده. النهارده احنا جهزنا لكم نفس القعده بتاعه البافلوفا، يعني عملناها جاهزه بس هي سهله قوي، وهتلاقوا مقادير المرنج هتلاقوها جاهزه على البيج بتاعتنا، ممكن تخشوا تشوفوها. احنا جهزنا المرنج النهارده وهنزوقه مع بعض، يعني هنحط بقى المرنج وعليه الكريمه وعليه الفاكهه. الفاكهه زي ما انتوا عايزين، تقدروا تحطوا الفاكهه اللي انتوا عايزينها. انت عارفه ان هي المفروض انها الكسر ده طبيعي ان هو يبقى فيها، هي اصلا بيعمل شكلها. يعني هو اصلا لما تلاقوها معاكم مكسوره كده لما دخلوها الفرن ده طبيعي، يعني ده حلو، يعني بيطلع في الاخر ده في مصلحتنا. ده في مصلحتنا. كل ما اتكسرت اكتر كل ما اتكسرت، يعني هي المفروض بقى هتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره، هي دي فكرتها يعني. والحلو كمان يا هبه انه المرنج ممكن تجيبوه جاهز وممكن تعملوه، يعني الموضوع في ايديكوا اصلا. برافو عليكي، ده اللي انا كنت يعني عايزه اقوله. لو فرضا حد جاي لك بسرعه وانت عايزه تعملي حاجه حلوه سريعه، نجيب المرنج جاهز، نحط عليه الكريمه اللي هي كريمه الخفق واي فاكهه موجوده عندنا، يعني بقى ساعدك براحتكم بقى خالص في الفاكهه، واي بقى فاكهه عندكم حسب بقى، فاكهه في موسم الصيف، فاكهه في موسم الشتاء. انت عارفه ان في ناس بتعملها كمان بالبطاطا، يعني يا سلام. يعني هي بصراحه البطاطا قوي الناس بتعملها بالبطاطا. احنا بقى دلوقتي جداً كمان. ممكن بقى نبتدي نزوقها باي طريقه احنا عايزينها. ممكن ازوق معاكي؟ يا ريت، يعني ما بتاخدش وقت، يعني حتى لو جبتوها جاهزه ما بتاخدش وقت، ولو عملناها من الاول هي غالبا بتاخد ساعه في الفرن، المرنج بياخد ساعه علشان يتسوى. بصوا اصلا من حلاوه يعني الكريمه الفاكهه بتتزحلق عليها، بتتزحلق انا عليها، يعني كل واحد بقى بيزوقها بالشكل اللي يعجبه. عنب بقى عشان انا بحب العنب. احنا نخلص البرنامج وناكلها على طول. ومشاهدينا بقى يعملوا ويورونا كمان في تعملوا زي دي كده وزي كفته داوود، وتبعتوها لنا على البيج بتاعتنا. بقى دي تكه كده اخيره. لو عندنا عصير مانجا، عصير فراوله، حاجه بتدي لون كده مع الكريمه، ممكن يعني ممكن أنا اي بحب حاجه. ممكن برتقال، ممكن برتقال بس يبقى ولا يبقى سايب شويه، يعني هو البرتقال خفيف، هو الافضل انها تبقى حاجه تقيله. بصي لما بتتخلط مع الكريمه بتدي لون تحفه، حلو قوي. تبقي كده انت حطيتي كل الفاكهه مع بعض، ادي البافلوفا وادي الكفته. ننضف بس كده، ننضف حوالين الطبق عشان يبان. يعني هي حاجه ما خدتش وقت، اكلتين سهلين، ممكن لو اي عزومه جات لك فجاه بسرعه انت مش محضره نفسك، كلها حاجات عندك، كلها حاجات ما بتاخدش وقت. كريمه هتتضرب بسرعه، المرنج سهل تعمليه وسهل لحد السوبر ماركت تجيبيه، الكفته لحمه مفرومه وصلصه بالزبط. كلها مقادير عندك في البيت، سهله وبسيطه ومغذيه وشكلها حلو بالظبط، وليها قصه. ومش لازم حد يكون بيعرف يطبخ ولا يكون بيخش المطبخ، لا خالص خالص، الموضوع مش مستاهل، مش يعني مستاهل. مجهود كبير. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، وتكون القصص اللي سمعتوها مفيده ليكم اول مره تسمعوها في كايرو تي في. هيبقى معاكم هبه وتوقف اكلات وحكايات، كل مره اكله جديده وليها قصه جديده تستفيدوا منها وكمان تحبوها على كايرو تي في. تابعونا، ولو عندكم اي تعليقات سيبوها لنا على البيت، وعايزينهم يجربوا ويورونا بقى، يصوروا لنا الحاجات بتاعتهم، ورونا تطبيقاتكم. ولو عايزين تشوفوا الحلقه تاني هتلاقوها على يوتيوب شانل بتاعتنا او الفيسبوك بيج اكلات وحكايات. شكرا، وهنشوفكم في حلقه جديده. باي باي. باي باي.